وعودة إلى فعاليات سوق مشاريع الشباب العربي التي انطلقت من مبدأ حرص مركز الشباب العربي على خلق منصات إبداعية للشباب تتيح لهم استعراض مهاراتهم وتعزيز مساهماتهم في التنمية المستدامة للدول. أكثر من 145 شاب وشابة من العالم العربي اليوم من 18 دولة موجودين. وصلنا أكثر من 20,000 أبليكيشن على موقع سوق مشاريع الشباب العربي، واليوم اخترنا أفضل 100 مشروع ناشئة في التكنولوجيا.